عشر الخاص بالجعدان اللقايا المحليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في الخمسة كيلومترات لتتنافس على شرف الفوز والناموس. نسير مباشرة إلى المركز الأول. العاند يأتي بالمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. يضمر المتمرس عتيج بن سالم العرطي في عملية التضمير بينما يلي في المركز الثاني مكرم. يأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يتولى تضميره راشد بن خميس الغويص على المركز الثاني بينما المركز الثالث مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن سالم لينيبي وأحمد من حقق نقطتين اليوم في هذا الأداء الجميل بينما هناك تتواجد على المركز الرابع. المركز الرابع ووصل مشاهدين الأعزاء غازي غازي وسلالة غازي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سيف بن عتيج بن عمير العميمي يضمره المركز الرابع رابع المراكز مشاهدين الأعزاء. والمركز الخامس رقم 25 اللي ياتي سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية التضمير في المركز الخامس بينما المركز السادس سادس المراكز. وهذا وصل المحيط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. راشد بن خميس الغويص يتولى تضميره بينما هناك يتواجد الشبابي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. كاسب سالم المسافري ضمره والمركز التاسع هذا يتواجد في مرضي لسمو تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عبيد بن محمد بالضبيعة والمركز العاشر في هذه اللحظات. شاهين من هجن العاصفة ويضمر غياث الهلالي. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بعد أن أكملنا إذاعتنا الأولى وندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار وفي هذا اللقاء الجميل على أرضية هذا الميدان. العاند 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 يسيطر على مقدمة الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. يضمر عتيج بن سالم بالعرطي يندفع بالمقدمة يباعد بينه وبين الجعدان وأداء جميل بينما شاهين اسم الصحيح المركز الثاني. هذا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يضمر سيف بن عمير العميمي يتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. يضمر طارش بن مبارك بالقوبع ياتي مكرم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. راشد بن خميس الغويص يتولى عملية التضمير بينما المركز السادس التحرك من قبل مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن سالم لينيبي يضمره وصل في هذه اللحظات في سابع المراكز ويتقدم في هذه اللحظة لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن أحمد يتولى عملية التضمير والتدريب لمكرم كذلك اللي ياتي بينما المركز الثامن المركز الثامن أيضا شعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد يضمر مختار بن أحمد واسم ناصي في المركز الثامن. والمركز التاسع هذا اللي هو المحيط لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومع راشد بن خميس الغويص. والمركز العاشر مرضي لتعود ملكية لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة. هذه النتيجة مشاهدين العزاء للعشر المراكز المراكز الأولى للمرة الثانية على التوالي في مسار هذا اليوم وهذه الليلة وهذا الانطلاق والاندفاع الجميل. يا سلام يا سلام عودة إلى المراكز الأولى عودة إلى المركز الأول
العاند معاند، العاند معاند ومسيطر على المقدمة من البداية، يحمل شعار كذلك، يعرف طريق الناموس، يعرف الإنجازات ويعرف الرموز. شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم العرطب وأحمد كذلك متواجد ومتابع بتركيز عالي المستوى بعد لوحة الإعلان الألف وميتين، ولكن التحرك من شاهين. في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بن محمد متواجد سيف بن عمير العميمي يتقدم مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث وهذا المركز الثالث مكرم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن خميس الغويص يتولى عملية التضمير في هذا الاندفاع الثلاثية المراكز الأولى الجميلة. والمركز الرابع وصل في مرضي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يلا يا ابو الضبيع حرك حرك وشاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلال، ولكن العودة إلى شاهين اللي انطلق على مقدمة الشوط، انطلق على مقدمة الشوط بأوامر على تقريبا الجهاز، فقط على الجهاز، لأنه ما حرك آلية بن عمير. يا سلام. وهذا هو شاهين يحمل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسيف بن عتيج بن عمير يتولى عملية تضميره وتدريبه ومتابعته بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع. ما شاء الله، بدون أوامر. شاهين العاصفة في المركز الثاني، شاهين من هجن العاصفة يأتي على ثاني المراكز، ولكن خلاص التهنية نزفها من هذه اللحظات. حرك شوية بن عمير، حرك. يا سلام، هذا هو شاهين في المركز الأول. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وشكرا سيف بن عتيج بن عمير العميمي على هذا الفوز والناموس. بينما المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة ياتي في المركز الثاني، والمركز الثالث العاند لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس لمعالي الشيخ محمد، المركز الرابع لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد، والمركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة. نعود مع مخرجنا إلى التوقيت الزمني، وهذا التوقيت على شاشة التلفزيون، توقيت شاهين 7:33 و6 من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا لسيف بن عمير العميمي على فوز شاهين بالمركز الأول. 7:34 و5 من الثانية. المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة، وشكرا غياث الهلالي. المركز الثالث، ثالث المراكز في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع، ياتي في المركز الثالث، هذا هو العنيد، ياتي في ثالث المراكز في العاند في 7:38 و7 من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهنية العتيج بن سالم العرطي الحميري. تهانينا لجميع الفائزين مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل.